ثم ناس نافذة غادي في التطاوين ما يحبونيش نعملوا المشاريع. نحن عاديين، نحن عنا أراضي خذيناها بالورث على جدودنا كل شيء، لكن ثم أطراف جاية من برا تنافذة بالفلوس وبالريحد يشريوا في الأراضي غاديك ويعقد. مثال أنت عندك مقطع حتى متاع رمل وكذا يعقدوا ويعرقلوا لك المشروع. أعطيوني رخصة خطي ذي مع كل احترام كلها مغالطات هذه على أساس كونه ما نخذش أنا رخصة مانيش عارف عليش. ثم ناس ثم بارونات تحكم فيه المقطع الخام هذا بصفة عام، البرودوي هذا يتحكموا فيه. المطلب الأول ترفض، المطلب الثاني ترفض لنفس الأسباب. بعد أنت عملت نفاذ للمعلومة في 2020، التجهيز إيش قالت لك؟ التجهيز ما يعني التجهيز لم يرد علينا هذا الملف. سمح لي هذاك موثق تحكي لي بحكاية صحيحة موثقة بتبيع عندي وثيقة المطلوبة واللازمة اللي هي هذه. شكون كان يتكلم باسم التجهيز؟ واحد نكرة وين نعرفه نحن؟ هذا تلاعب يتسمى مغالطة. كل مرة نعمل مطالب عادية للمطالب 6 سنين ونفس الشيء ونفس الطلب، أعمل مطالب وطن ننظروا، أعمل مطالب وطن ننظروا. تعبت مشاريع نبعثوها يعني نخسروا فلوس ونتعبوا جيولوج وإتيود وما إلى ذلك وتحاليل وما إلى ذلك، وفي الأخر هو التلاعب. هذا يتسمى التلاعب، أكبر تلاعب. البرودوية متاعنا يتم نجم حتى نصدروها البقرة وتجيب لنا ودور لعجلة الاقتصاد وناس كلموني حتى من ليبيا، كلموني من فرنسا، كلموني من إيطاليا، كلموني من ألمانيا ومن إسبانيا ومن أمريكا اللاتينية، خاطر يحبوا نوعية الخام اللي عندنا مطلوبة لدرجة كبيرة. متشبث وشادد الصحيح، يعني عارف انا شنو يحبوا هما، يحبوني نتعب ونسلم ونبيع. يكلفك 6 سنين من عمرك؟ ما يسالش 6 سنين ونقعد حتى اكثر. وما يتحلش ما دام انا ما نحلوش ما يتحلش. سي فوزي اصيل منطقة قصر ولدى باب تطاوين، قلت حبيت نتحصل على رخصة متاع فتح واستغلال مقطع حجارة رخامية من الصنف الصناعي بالمكان متاعكم بطبيعة اللي هو قصر ولدى باب معتمدية تطاوين الشمالية الجنوبية من ولاية تطاوين. شنو اللي صار وهل تحصلت على الرخصة متاعك ولا لا؟ والله هذه الساعة ذي ما تحصلتش على رخصة رغم من 2018 سنة 2018 وأنا قعدت نتابع في الموضوع متاعي، وللأسف لهذه الساعة ما عملت المطلب الأولاني، و2019 عملت إعادة نظر حسب الطلب، ومن بعد 2020 تونجيو سي فوزي تونجيو للمطلب اللي ترفض واللي جاء في 2020، لكن احكي لي شوية على المقطع متاعك. تابعتكم الأرض هذه عندكم فيها ملكية ولا لا؟ بتبع عنا شهادة ملكية تثبت ذلك والمقطع إزولية على هي تراب بارسيل، لكن هو البارسيل هذا إزولية على المقال اللي بارسيل الأخرين بحكم اللي كونه هو رخام تم اكتشافه في الوقت هذاك، ومقطع ثبت لي كونه خام، عملنا التحاليل اللازمة وثم وقت جيولوج جاء عمل اللازم وحللناه في إدارة التجهيز اللي في مدنين المهتمة بالتحاليل، وثبت لي كونه خام من صنف باهي معناها المطلوب ومعناها الوثائق الكل. بعد قال لنا جيولوج تمشي تعملوا مطلب، عملنا مطلب وقدمناه للولايه. المساحه نتاع الارض قديش كبرها؟ 13 هكتار. وعملتوا التحاليل الفنيه وركحتوا وجات الامور موافقه معناها بالطبيعه. عملنا البوكلان معناها حفرنا وهزينا وحللناه وثبت لي هو الخام، وقدمنا الوثائق اللازمة
على اساس باش ناخذوا الرخصه نتاعنا. سي بون، باش نبداو في الخطوه الاولى معناها. بالضبط. الخطوه الاولى كونه مطلب يتعمل مطلب للولايه ولجنه تنظر فيه. على اساس لجنه متكونه من العديد الادارات الجهويه، من فلاحه، من اداره تجهيز البيئه كذا. للاسف الرد اللي رد نتاعهم في 2018 كان برفض لاسباب، ثلاثه اسباب هذوما اللي هو يعود بالنظر للتجهيز والفلاحه والاثار اللي هما ما ثمش منهم بالكل. ساعه الملف نتاعك كامل متكامل عندك كل شيء كامل ومتكامل، وبعدين الولايه ما تاخذ الملف الا ما تتاكد من كل الوثائق. الوثائق الكل اعطيناهم نحن مريقلين بالطبيعه. ومن بعد ما رعنا كان قعدنا نستناو في الرد نتاعهم، وقال وقت. وبعدين باش نكون واضح معاكم اكثر، السيد الوالي الاولاني كان شجعنا في البروجي هذايا وقال لنا اوكي هاكم معاكم نتاع التجاره والصناعه الجهويه، وعملنا اللازم وقدمنا الدوسي على اساس ننطلقوا في اقرب الوقت. يا اخي ما رعنا كان ما رفضوا ترفض ترفض. قلت لي ساعه هما الادارات المعنيه لازم كل اداره تخرج لي وحدها ويثبتوا معايا ويدقوا معايا، خرجوا لكش الادارات الكل؟ الادارات اللي خرجوا لي كان البيئه والحرس خرجوا، والاثار فيما بعد. يعني بالنسبه الثلاثه اللي رفضوا لي ما خرجوا ليش وقتها، ما جاوكش على عين مكان؟ لا ما جاونيش. المفروض يتصلوا بيا ونمشي لهم، نكون انا موجود على عين مكان، نوريهم المكان، نوري لهم الخام، وبعد هما يعرفوا التقارير نتاعهم وكذا. هذوما اللي 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 رفضوا لي بالنسبه للتجهيز والفلاحه في انا ذاك 2018 والتراث ما خرجوليش من الاول. مال على اي اساس تم رفض المطلب نتاعك؟ على اساس كونه هذه وبعدين الاسباب ماهيش واهيه، ما فماش منها. نقراوا الاسباب، شنو قالوا لك في الاسباب؟ و18 اللي هو توسع مثال تاهي عمرانية يعود بالنظر على إدارة التجهيز. توسع مثال تاهي عمرانية تفضل. فهمت؟ طبعا لإحالة كذا وكذا. هاو نعطيكم في الأخير أعربت عن عدم موافقتي على طالبكم، وذلك نظرا لوجود الموقع متاخم لمساحة التوسع لمثال تهي العمرانية لمدينة تطاوين. ساعة أول حاجة لجهة قصر ولاد دباب من ولاية تطاوين ماهيش مدينة تطاوين، وثاني شيء التوسع هذا ما ثماش منه. أنا بنفسي مشيت للوزارة اللي تعود بالنظر، ما ثماش، مش موجود في السيستم أنا ذاك. أنا نحكي ديما على التاريخ هذا. وذلك نظرا لوجود الموقع متاخم لمساحاتها كمثالتها لمدينة تطاوين لقربه من قصر ولاد دباب. أنا لقربه من قصر ولاد دباب وقت اللي مشيت نسأل على المعلومة هذه قالوا لي خاطر معلم أثري، وعندي أنا ما يثبت اللي يكون هو ماهوش معلم أثري. مش أنت تقرر سي فوزي أنه معلم أثري؟ أي تفضل. أنا عندي ما يثبت اللي هو اللي يثبت هو هذا، عندي اللي هو هذا فقايد الرسمي بعد بالطبيعة بعد بحث بعد بحث في كل شيء بالنسبة اللي هي هذه ولاية تطاوين القصور. القصور هيك قصر العين وجمع سيدي مولي وقصر القاعة وقصر أبو قفة قصر أبو جليدة قصر المهم قصر الدباب. قصر ولاد دباب ماهوش مدرج من ضمن المعالم الأثرية، ماهوش معلم أثري بتات. معلومة هذيك غلطة، هذيك غلطة المعلومة. وبالنسبة للأودية والجسور، أودية بالجمع لهنا قالك بإضافة لحماية الأودية المجاورة والجسور. بحليكم واد؟ ما ثماش حتى واد، ما ثماش سورس نتاع واد، هو ما يتراكم في جهة سماوه هما واد، وأثبت ذلك الجيولوج نفسه عمل التقرير نتاعو موجود في الليتود اللي كونه أول حاجة بعيد عليه. هو شيء في الشرق والواد جاي في الغرب بعيد، هذه من ناحيه مش حتى واد هو. وبعدين أودية قال بالجمع أودية، معناها كي لهنا مغالطه. المفروض تقول حتى كي باش تقول قول واد،
ما تقولش أودية، هذه من ناحية. وقلت لك راهو في المقطع نفسه قال أودية وجسور. الجسور وقت في اللجنة الوطنية كي تقول جسور معناه نحن شو نقوله جسور لهنا، نقوله معناه قناطر، هذه مغالطة بالكلمة، معناه جدمو هذا حتى الجسور باش يصعب الأمر على صاحب المشروع. اللجنة لما تقول جسور ما تعرفش في تطاوين كلمة جسور، تعرف كلمة جسور شنية؟ هو الزسر إيش معناها؟ معناها طب الطرد يعملوا لها كتابية صغيرة ويحصروا، هاي تعرف معناها برشا يعرفوها الحكاية. ما فماش جسور، ما عنيش قناطر، ما عنيش حتى شيء، الحكاية ذي ما فماش. المعطيات هذه وانت قلت لي التجهيز ما جاتنيش، منين جاتهم المعلومات هذه؟ هم خلقوها التجهيز، خلقوها. فهمت؟ السيد اللي كتب ساعة تجهيز قالت مانيش أنا موجود، مشيت عملت أنا مطلب نفذ المعلومة باش نتأكد بعد إعادة النظر 2019، عملت مطلب نفذ المعلومة 2020. شنو كان فيه الرد؟ رد هو نفسه يعني مشابه تماما لرد الأول، كوبي كولي، يعني أونديري واحد أعطاهم مطلب ثاني وبعدين أنا ما عملت المطلب الثاني إلا ما قالوا لي تعمل إعادة نظر. الإعادة نظر اللي عملتها وقلصت من المساحة كانت 6 هكتارات باش نخدمهم وليت 4 هكتارات بطلب من شكون؟ السيد هذا متاع الفلاحة اسمه اللي مشيت له وقال لي تنجم تقلص وتو نشوفه وفيها معناها خطر جهة فلاحية وما ندري شنو. يا أخي قلت له قلصت وعملت المطلب ما راني، كان يزيدوا يرفضوه مرة ثانية. نفس الأسباب موجودة، نفس الأسباب في أهوك 18/7/2019، نفس الأسباب اللي في موجودة في سنة 2018. المطلب الأول ترفض، المطلب الثاني ترفض لنفس الأسباب، بعد أنت عملت نفذ للمعلومة في 2020. التجهيز إيش قالت لك؟ التجهيز ما راني تجهيز، لم يرد علينا هذا الملف. سمحني إذا موثق تحكي لي بحكاية صحيحة، موثقة بتبيع عندي وثيقة المطلوبة واللازمة اللي هي هذه. ترى خلنا نقرأ ومسلش. الحصول على تقرير بخصوص المعاينة متاع مشروع مقطع الرخام بمنطقة قصر لدى بيبي، يشرفني إعلامكم أن الإدارة الجهوية للتجهيز بتطاوين لم يرد عليها أي مطلب معاينة لهذا المشروع، ولذا يرجى الاتصال بالإدارة العامة كذا وكذا وكذا وكذا. سي فوزي شكون جاوبك مالا في المطلب الأول والمطلب الثاني؟ ما جاوبني حد باعتبار كونه ما جاني حد. يا قلت لي مال التجهيز رفضت. التجهيز هاي قالت لك ما جاني شيء التجهيز. ما جاها شيء معناها لازم يكون فيه بحث تحقيقي هذا. مالا شكون اللي كان يجاوب فيك في المطالب الأولى؟ أنا قلت لك أنا وقت اللي مشيت جاوبوني الإدارة بتاع مكتب الضبط، قالوا لي ما جانيش الملف هذا. أنا استغربت وقتها. مالا شكون كان يتكلم باسم التجهيز؟ واحد نكرة وين نعرفه نحن؟ هذا تلاعب يتسمى مغالطة، هذه أكبر مغالطة موجودة. مشاريع نبعثوها يعني نخسروا فلوس ونتعبوا جيولوج وإتيود وما إلى ذلك وتحاليل وما إلى ذلك، وفي الأخر هاو التلاعب، هذا يتسمى تلاعب، أكبر تلاعب. ولهذه ساعة وما ينظر فيه حد، وحتى سيد الجديد اللي جاء ما انظر ليش فيه، رغم اللي أنا عملت فيه مطلب مقابلته وقابلته وحكيت معاه. ما راني كان ما قال لي هاتوا نشوفوا هاتوا ننظروا، اكدت عليه واعطيته كل المواثيق هذه وفهمته ومعاه اطراف اخرين، ولكن ما يجاوبنيش وما كلمونيش وما عبرونيش من اصله. مازال الموضوع فيها تو، مازال محلول هذه ساعه. قلت لي بعد هذا الكل التجهيز جاوبتك اش قالوا لك؟ قالك ابار هذا بعد سيد الجهوي للتجهيز خرج بعد لما شاف المشكلة هذه، استغرب من رد متاع كونه لم يرد علينا هذا الملف، مش يعمل لي هو بنفسه خرج لي وهز معاه الفريق متاعه فيما يخص التوسع مثال تاهي عمرانية وفيما يخص المقطع نفسه مختص، هو خرجوا وفند به كل الكلام اللي قالوه من الأول كونه توسع مثال تاهي عمرانية موجود لهنا، ما ثماش توسع مثال تاهي عمرانية ينفيها لهنا. وبعدين الجسور والأودية وما إلى ذلك دققها لهنا بـ 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 بالمسافات وثبت في المقطع.
واللي كان 100 متر ولا 350 متر 350 متر واللي كان ولا 500 متر كله والتدفق نتاع الماء لما الامطار تصب مش حتى واد باش يجي الامطار الامطار قالك امطار لما تنزل تدفق نتاع ماء ضئيل جدا ضعيف هاو محطوط ماهيش اودية تهيج ولا تصير كذا وبعدين ما حكاش حتى على جسر الجسور اللي قالوا عليها الجسور وين الجسور هم ذكرش الجسور يعني جسور. المغالطات هذه عطلت المشروع نتاعك المشروع وباقي متمسكين فيه التطول هذه ساعة متمسكين به مشيت قابلت أنا تاع المقاطع المتفجرات في وزارة التجهيز في تونس قابلت وحكيت معه وعطيته على الوقت ويقول لي عاود أعمل مطلب آخر وعاود كذا أنا كل مرة نعمل مطالب عديد المطالب ست سنين ونفس الشيء ونفس الطلب أعمل مطالب وطول ننظر أعمل مطالب وطول ننظر تعبت باكش في المشروع متاعك أكيد عملت دراساتك وتعرف أنه هل أنه المشروع متاعك مربح يدر الفلوس ولا لا فيه برشا بالطبيعة فيه الفلوس وفيه حتى يخدم الجهة من عديد النواحي البطالة من ناحية كونه حتى البرودوي متاعنا يتم تنجم حتى نصدروها لبرا وتجيب لنا ودور لعجلة الاقتصاد وناس كلموني حتى من ليبيا كلموني من فرنسا كلموني من إيطاليا كلموني من ألمانيا ومن إسبانيا ومن أمريكا اللاتينية خاطر يحبوا نوعية الخام اللي عندنا مطلوبة لدرجة كبيرة سيد. شنو اللي لازم باش يتحل الإشكال متاعك؟ هو اللي لازم ناخذ رخصة يعطيوني رخصة خاطر هذه مع كل احترامي كلها مغالطات هذه على أساس كونه ما نخذش أنا رخصة مانيش عارف عليش ثم ناس ثم بارونات تحكم فيه مقطع خام هذا بصفة عام البرودوي هذا يتحكموا فيه وبعدين ثم بورت الوحيد اللي يخدم في الخام هو في سوسة ما يخرج الخام كان من سوسة ما فهمتش عليش فما ناس من مصلحتهم أنك ما تخذش رخصة بتبيعة ثم ناس نافذة غادي في التطاوين ما يحبونيش نعملوا المشاريع نحن عاديين نحن عنا أراضي خذيناها بالورث على جدودنا كل شيء لكن ثم أطراف جاية من برا تنافذ بالفلوس وبالواحد يشريوا في الأراضي غاديك ويعقد مثال أنت عندك مقطع حتى متاع رمل وكذا يعقدوك ويعرقلوا لك المشروع حتى لين البروجي هذا ياخذوا واحد يكون يجي يقترح عليك أنت تتعب فيه تتعب طوانا تعبت لكن أنا ما مليتش كرحتم ما كرهتش المعنى بالعكس أنا متشبث وشادد الصحيح لأني يعني عارف أنا شنية يحبوا هما يحبوني نتعب ونسلم ونبيع يتكلفك 6 سنين من عمرك ميسيلش 6 سنين ونقعد حتى أكثر وما يتحلش المعنى مدام أنا ما نحلوش ما يتحلش علاش التجأت للإعلام؟ التجأت للإعلام على أساس يوصل صوتي لسيد الرئيس سيد الرئيس نحب يوصل لي صوتي بصراحة أنا يا سيد الرئيس أنا صوتي نحبه يوصل لك لأنك أنت صاحب حق وقاعد تنظر في عديد الأمور وفي المشاريع اللي هي تطوين راهي زاخرة بعديد المشاريع بما فيهم مشروعي أنا عطلوني أنا ما عادش عندي ثقة في حتى مسؤول لأنه بصراحة نحب نشوفك ونحب نوريك هاي التقارير وهاو مشروع ثابت وجاهز وحاضر ونحب نخدم على روحي وأنا واحد من الناس ما عادش عندي حتى خدمة وما عاد عندي حتى شيء عندي صغار لاهي بهم وكل شيء ومشروع باش يخدم الجهة ويخدم الناس ويخدم البطالة وما إلى ذلك وناس بيدها تستنى ودول أخرى زادة تستنى في البرودوي لأنه برودوي مهم هذا علاش أنا ماذا بيا سيد الرئيس تنظر في المشروع متاعي وان شاء الله ان شاء الله بحول الله راهي ثابته الوقائع هذه كلها ثابته وموثقه ومستعد انا نفسر لك زاده مباشره نحب نوري لك كل الخروقات هذه لان خروقات تسمى قلت لي عندي برشا تجاوزات وكل شيء بالوثائق كلها بالوثائق اتونسيون راهم ينجموا يعيطوا لك بعد الباساج ماذا بيا عيط لي خليني عندي حقائق انا هذه مانيش مش سهل انك تخرج في العالم وتعطي معلومات غلطه يعطيك الصحه انا ما نعطيش معلومات غلطه وقت اللي هو جيولوج اثبت وجيولوج يظهر لي متخرج في تونس وقاري معناها هندسه وقاري معناها وماخذ دكتوراه وماخذ كذا نجم كان حاب نسميه زاد
للاسف يعني جيولوج باش يطلع يبيع في الكلام هكا هو. لا ما يجيش رئيس الجمهوريه. السيد رئيس الجمهوريه انا بعد ما انا اكتشفت هالمراوغات هذه وال العيب عندي انا تتسمى ما نعرفش شنو هي الغايه منها تعطيلي وما الى ذلك. انا نطلب منه السيد الرئيس سيس ينظر في الملف نتاعي، وانا متاكد اللي كونه لما يشوف هالملف هذا انا نتصور كونه يوافق لي على البروجي ويوافق على العديد المشاريع اللي في تطاوين راهي كيفي انا. هذا هو المقطع اونكادري، ونحن باش نخدموا لهنا تالي بالكل الهفوف من تالي ما فماش حتى شيء، معناها عادي جدا نخدمه وبعدين الخام يتقص بلايك بلايك من غير ما يأثر لا في البيئة. والبيئة وافقت لي، البيئة اللي هي بيئة وافقت لي، أمورنا مريقلة وبعدين تحب لها وقت. وإذا كان ثم التوسع مثال تاهي عمرانية يلزم يتزال الخام هذا باش يكون فرد نيفو هو والأرضية باش نجموا يعملوا يبنيوا من بعد بناءات وكل شيء. مش معقول تو نحن الرخام باش نبنيوا عليه باش نعملوا توسع مثال تاهي عمرانية فوق الرخام ما يجيش. نوعية الرخام هاي كذا لغمة، الرخام نوعية كذا لغمة من نوع في كوارتز فيه البلا فيه وتنجم تخدم دوزا نا يخدم الخام وبلا هذا الخام اللي تم تحليله وأثبت اللي هو الخام من نوع رفيع من نوع ومطلوب من عديد الدول، اتصلوا بيا من إسبانيا من إيطاليا ومن ليبيا الشقيقة.